انت جابني عجبتك عشان الشخصية. عجبتني الشخصيه. انا في الاخر الفنان اناني، خدي بالك جدا. طب. يعني هتلاقيه اناني جدا. يعني احنا اب انا اتمنى ابني يطلع احسن مني كتير جدا. في الفن الانانيه بقى بتبقى وحشه شويه. ممكن تبقى عايز تبقى افضل. لا، لو طالما بقيت قدام الكاميرا فانا عايز اطلع احسن واحد. فما يعني الانانيه دي بقى بتاعت الفنان. طيب بما انك انت اللي اخترت الشخصيه، في طلبات بقى طلبتها بقى تاني كده؟ انت بقى النجم بقى داخل عليهم بقى الفيلم، هاتولي كذا، الكرفان بتاعي، الكرفان بتاعي ده انا صورت في البيت عندي اصلا. ده هم ده هم انتاجهم، ده انتاجهم، انتاجهم انتاجهم هم. والبريك وهنجيب ايه وبتاع. لا ف يعني انا فرحان جدا بيهم انه يقدروا يعملوا فيلم دي، صح انه شباب ويفكروا يبقى عندهم وفيلم هيتعرض اهو خلاص. ف فحاجه يعني جبابره. اسمها ايه؟ جبابره. هو دكتور بتحصل له ازمه وكده، ف يعني مش عايز احرق، مش عايز احرق له. بالنسبه للمسلسل، هل هو مسلسل اجتماعي لحضرتك؟ اجتماعي. اسمه الناقور. حضرتك سأليلي يعني ايه الناقور؟ كنت لسه هقول. احنا متاخد من الايه القرانيه، فاذا نقر في الناقور، صدق الله العظيم، اللي هي الصيحه بتاعت يوم القيامه، اللي هي بنتكلم عن الحساب. يعني كل واحد يعمل اللي هو عايزه، بس في الاخر في حساب. يعمل زي ما انت عايز في الدنيا، انت مسير يعني مخير في انك تعمل كل اللي انت عايزه، بس في حساب في الاخر. يعني الدنيا مش سايبه والحياه مش سايبه. فده دي فكره المسلسل. هو مسلسل اجتماعي، سسبنس يعني، في حاجات، في شويه اكشن. مسلسل اعتقد من المسلسلات الحلوه جدا يعني اللي مؤخرا جات لي. يعني هو الجمله بتاعت ان هو ايه، انت هتعمل بس في حساب، في حساب. فاحنا كده هنشوف مفاجآت كتيره بقى. ما انت تمام. هتعمل ان شاء الله. ان شاء الله. استاذ محمد نورتنا وشرفتنا، وكنت سعيده جدا بوجود حياتك النهارده معنا في سبوت لايت وعلى صدى البلد. وانا عارفه ان حياتك عامل مجهود كبير جدا جدا في المهرجان السنه دي في دورته ال16، واللي شايفين فيها تنوع وشايفين فيها تكريم للنجومنا الكبيره اللي بنحبها، وكمان نجومنا الراحلين. حتى فكرتوا تعملهم حاجه مختلفه، ما تبقاش تكريمات، تبقى ندوات ونسمع اسرار عنهم ونعرف تفاصيل والافتتاح والختام. عارفه ان فيهم كمان حاجات مهمه جدا وفعاليات. دايما المهرجان يا جماعه مش افتتاح وختام، المهرجان بيبقى كمان فعاليات. بشكر حياتك جدا على وجودك معانا، بتمنى لك كل التوفيق في المهرجان وفي كل الاعمال القادمه. ويعني معلش احنا خاطفين استاذ محمد منك يا راني شويه، بس هيرجع يحضر شويه ويطلع خاطفين المهرجان دلوقتي. بس انا بشكر طبعا حضرتك جدا، وبشكر سبوت لاين البرنامج الرائع بتاع حضرتك. واسمح لي اشكر كمان يعني معالي الوزيره، لانها الحقيقه هي مهتميه جدا جدا بالمهرجان ده ودعماه بشكل كبير. كل الناس، كل القطاعات. يعني احنا بنسجل دلوقتي في صندوق التنميه الثقافيه، فهم مقدمين لنا كل التسهيلات عشان وسمحوا لنا بالتصوير. بنشكرهم.